السلام عليكم. سلامة حبيبي. شراك الطهر؟ لاباس. مع الصحة. الحمد لله. الحمد لله. اليوم جينا نتلاقوك باش نشوفوا الباركور تاعك انتيبو. مرحبا بكم. الله يسلمك. هكذا باش الناس يعرفوك كوم انت غادي للبلاد ماشي للبلاد. ومو احنا اون با لي بارتو او مو لهنا اون بروفيت طونك تي لا اون فرانس ا باري باش نبوزيو لو كيلكو كيستيون. نشوفوا الباركور تاعك اون تروا ايتاب لونفونس بعد لو جون اج كون تي بارتي اون فرانس وبعد لا مالادي ولو روتور او بلاد. فهمتي؟ نعم. Voilà, on commence par la première question. Chebta hal cha Zaid ou wain Zaid? Zaid Wahal. Wesh mel wesh mel quartier? Rid fel gel. Si wain wain jat Sid Lawari? Sid Lawari. Ma sha Allah. Ou wesh mel aam Zaid? Le 14 mai 1960. الله يبارك. وباباك وامك مازالوا حيين ولا ماتوا ربي يرحمهم؟ ماتوا الله يرحمهم. ربي يرحمهم. واش كانوا يديروا في البلاد بكري؟ باباك واش كان يدير؟ ربي يرحمهم. بكري كان في فرنسا. هو يتزوج مع امه في البلاد. ومن تم تزوج وبعد ولا فرنسا ولا قعد في الجزائر؟ لا ما ولاش قعدت في الجزائر. قعدت في الجزائر الله يبارك. حتى مات. ربي يرحمه. وانتوما شحال راكم الشاشرة في الدار والشيرات؟ تسعة. تسعة. زوز بنات؟ بنات وشاشرة. زوز بنات وسبع دراري. وهم كل عايشين في البلاد؟ اه؟ عايشين في البلاد ولا ما هنا؟ عايشين في البلاد. عندي خويا عايش. عندي خويا هوالي المازوزي اللي خلاته الشيبانية الله يرحمها. متهلي فيا يجيب لي الماكلة ماكلة السبيطار ما ناكلهاش. ناكل غير ماكلة العطارة يجيبها لي. يجيب لي المطلوع. يجيب لي الكاطو. يجيب لي التوازي. يجيب لي كل شيء. متهلي فيا. داير لي كي غوليان متعلق فيا. واو يخدم. يخدم واه يخدم في الريستورا. ويجيك الويكاند؟ يجيني غير من الحد للحد. من الحد للحد. باسكو يخدم الاثنين ثلاثة ولا أربعة خميس. يخدم. هو صغير عليك ولا كبير عليك؟ هو تاني في الدار. ربي يعيشه. اللهم امين. الله يعطي له صحته. ان شاء الله. والله يحل ديدانه. امين. ويباع العديانه. امين. القرايه في الكوليج. كوليج كنت معليك جاي بروحك؟ واه شويه. كنت تقرا شويه؟ واه ماشي بزاف. ماشي حاجه. كنت باغي دير الموسيقى نتايا؟ كنت نتبع الموسيقى. داني الزهر. واش وشكون اللي كنت تسمع لهم بكري؟ الوقت تاعك؟ بكري كنت نسمع بالمو. كنت تسمع المداحات. واه شكون الاخر؟ وشحال البارود؟ شحال البارود؟ بلاوي الهواري نوم احمد وهبي. بلاوي الهواري احمد وهبي. واه تاع 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 بكري. الله يرحمهم. ربي يرحمهم في زوجهم ماتوا وي. واه وبعد كاسكي تا بوسي باش رحت هذاك المشوار تاع الموسيقى؟ شكون اللي بوسيك باش رحت؟ شكون اللي عاونك؟ باسكو اون توس كيلكا بلوز او موان كي نو دون ان كو دو باغ. حتى واحد. انا روحي. روحك شنو؟ روحي. كنت نتبع الواد كاتسان كاتباشي. مي يدير لو كلاكسون كنت انا نجري وراهم. ونسمع الغنات مع المداحات. كنت نغني في الاوركست. اكيل اج كومونسيت؟ كانت عمر 10 سنين. 10 سنين كنت تغني ديجا؟ ايه 10 سنين. الله يبارك. وبعد؟ انا بديت بكري. غنيت بكري. قدامنا يغنوا هادو 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 هنايا.
وشكون اللي كان في الوقت تاعك كان مشهور بعد كي كبرت شويه وبديت تغني؟ كان خالد. وبعد كيف وليت تخدم في البلاد شويه العرس لي مارياج لي باتيل وليت نخدم العرس وليت بيع كنت دير اوركستر الاوركستر وي وتشفع على الشاشه لاصحابك اللي في الاوركستر كنت نخدم مع صحاب موشنت صحاب موشنت تشفع عليهم حماني الشيخ حماني واه شكون الاخر اللي غنى تعدك الدك ثانيه ورقد حماني شاب حماني كنت تخدم معاه كنت نخدم مع العرس وشكون اللي كان معاكم في السنتي كان لاكورديون كان السنتي ما كانش السنتي خلاص كان اللي كانت لاكورديون لاكورديون والدربوكا والدربوكا والفيولو واه كمان جا وكنتو تخدموا العرس واه حتى الكلاش وانتوما تخدموا في العرس باش روحت لهنا لفرنسا كان في امريكا 19 سنه 19 18 كنت غاير بكري غاير بكري جنس وقت بكري والعراس والزو مكاش ظروف وبعد كيفاش سجلت تونجيستري دي كاسيت او 82 او 83 ترانزيت غادي تعمل مزوج مع ربي كبدا هي السكرة بدا تبرا هذا ال ال او 83 البرومي البوم تاعها هي طلعتني هي طلعت هي بنت فيها في لارجيري وفي فرنسا وبعد خدمت ومن بعد بغيت نسجل مع من سجلت؟ شكون اللي كان يسجل لك؟ مع الديسيانو اليوم سكريتان هادو كاع لي ديسيان واه وفي هذيك كان معك شكون في لامونجور شكون اللي كان يعرف؟ حسين سنتي واه حسين وبعد لا دوزيام كاسيت عام سجلتها مع حسين تاني توجور مع حسين اه وي هو يخدم استديو داكور وفي هذيك شاب حسني كان شويه باين ولا مازال ما باين؟ حسني ما كانش باين ما كانش الله يرحمه ما كانوش كان غير خالد غير خالد ومن بعد كيف باش روحت لفرنسا؟ واش من عام؟ مشيت من البلاد؟ لا سمحت لك بكري في التسعين هكا قلت لي عندي 27 سنة في السنة قلت لي أنا عندك 27 سنة هنا في فرنسا واه تسمى دخلت هنايا أوتوماتيكمون في التسعين 27 عام في الجزائر وقتها دخلت لفرنسا مانيش عاقل ماكش عاقل قلت صغير وبعد كي طلعت هنا وين رحت؟ ها؟ ماك شايف فيه على اللاطات؟ باسكو كل مش فاهم على اللاطات تاع طلعنا لفرنسا. كنت نخدم في فرنسا. باش فيك انت اللاطات اكزاكتومون. وقتها طلعت دخلت فرنسا. باش راك شايف فيه؟ لا. وبعد كي جيت كي وصلت وين رحت؟ رحت تخدم تغني. وين؟ هنا في فرنسا. غنيت. وين غنيت؟ في الملاهي؟ في الكباري؟ أنا في الكباري وكانت خدمة مليحة؟ كانت سبعة شوية مع من تلاقيت في الوقت هذاك؟ تلاقيت مع المغنيين ما تشفاش عليهم بزاف؟ خدم معايا الشيخ حسني في فرنسا الله يرحمه الله يرحمه خدمنا فيه لحظة جدنا لي كالا كنت في فرنسا وعند من جيت كي جيت لفرنسا جيت هاك ما كانش شي واحد الله واه جبنا
جابني واحد اللي سجل اللي يدير لي كالا. لورغانيزم. الماناجير. ماناجير، ها. هو اللي جابنا من الجزائر. شكون هذا؟ مش السوسي؟ كافايتي. كافايتي. لورتي كافايتي. واه لورتي واه. هو اللي جاب حسني. وي. جاب الزهوانية. فضيلة صحراوي. فضيلة صحراوي. وانت كنت معاهم؟ كانت معايا فضيلة هذه اللي مات. وديك البلاد. جا الكونسيلا تاع الجزائر عندي. معاه هي فضيلة جاو عندي. السبيطار. هنا؟ جاو عندي هنايا. هذا العلم تاع الجزائر كان هنايا. واه هاد العلاوي تشوفوا ورا الشاب طاهر جابتو فضيلة ياك؟ فضيلة واه شابة فضيلة. شابة فضيلة جابتو لك كادو. جابتها كادو وي. ومن بعد باش نكملوا على فرنسا كي وليت تخدم كباريات تلاقيت بالناس كانوا في هذيك كان الراي يمشي مليح لي زاني 80 كان الراي ذكري مليح وهنا فرنسا زاد في التسعينات يتو كان بيان فوالا كان الشاب خالد محمد الامين حسني وتلاقي محمد الامين جا عندي ثاني جا عندك هنا جا عندي هنا في السبيطار واه بيان مع الكونسيلا مع الكونسيل جا واه وكان زاد في هذيك هواري المرساوي تعرفوا خدم معايا هواري المرساوي في الكباري عند مومو عند مومو قفاية عند مومو لافايات لافايات واه عند ربي ما نسمحناش اللي دالي درهم ودالي عرقي ما نسمحناش عند ربي وشكون زاد الاخر اللي جا اللي كنت تلاقاهم بكري كنت تغني كان في هذيك قلنا محمد الامين هواري المرساوي نور الدين المرساوي شاب خالد شاب مامي شاب مامي ما تلاقيتش معاه قويدر بن سعيد قويدر بن سعيد ما تلاقيتش معاه ما تلاقيتش مع هذا قويدر بن سعيد شكون كان معاه في البلاد وكانوا بزاف جماعة براتيكمون في العشرية السوداء هذيك جوستومون الناس الكل طلعت لفرنسا على وفي هذيك الراي دار بوم شاب خالد كان ديدي دار فيها عيشة دار فيها بزاف صوالح كان خالد بزاف وخالد كان في مارسي كان في مارسي واه مارسي بعد جال باريس وانت قلت لي خدمت عند مومو عند من الاخر زاد كانوا بزاف كباريات الجزائر خدمت فيها الجزائر واه تعرفوا الكباري فلوريدا دياليز وكنت تخدم العريس وسي هنا في فرنسا ها؟ كنت دير العريس واه كنت العريس هنا وش عيط ميسار ميسار ما خدمتش معاه شكون؟ ميسار لا لا ما تشفاش عليه ما سمعت بيهم ومن بعد ومن بعد كيف وين ما تزوجش؟ عندي ولدي زوجت؟ زوجت واش من عام زوجت؟ كي جيت لفرنسا كي جيت لفرنسا مع جزائرية مع جزائرية واه وعندك مانيش معاها دلو وعندك ولد معاها ولدي توحشته باغي نشوفه باغي نجيبه وهو هنايا راه كبير دلو وفي باريس في نيم في نيم واه واش يسموه بالك شي يشوف فارس شغلان فارس هاي تنقول تاعي فانتو يكون عنده واه شكون عندو هكا وعلى بالو بيه بلي راك في السبيطار واه جاو عندي جا عندي في الحكومة بدر كانو وصلو جيستومون لا مالادي وقتها دخلت السبيطار 2011 نو مانيش عاقل مانيش عاقل ماراكش عاقل مع المرض مع الباك مع وكي صرات لك كي صرات لك المرض كي واش عندك انا عندي كراعي مقطوع واه وعليه قطعوه لك وربي زبط لي كراع خدمه هنا ربي ماشي فرنسا داوتني ربي هو اللي شفاني دات لي كراع واحد اخر انا راقد يدي راقد تقعد كراع مخدوم من عند الله الطبيب يشوفها في المنيا المهود مع الفلمنية مهودين من السماء
موجودين 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 خدموا لك راهي وطلعوا طلعوا للسماء جبتهم ربي سبحان الله وليت انا فرحان وليت نقول غير الله الله اكبر الله اكبر والناس تشوف فيا في السبيطار وكي صرات لك؟ كل واحد انا عندي جديد من عند الله خدوم يبري ياك وكي صرالك كي صرالك باش مرض من 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 وهر الدار سخطني لقيت روحي في فرنسا سخطني درت هكا في الطب لقيت روحي مقيوس عند السبيطار وكراهي مقطوعة من الدار باني الله سخطني جيت ولا فيزا لا الباسبور لا والو من عند الله الله هو اللي جبدني وحطني في فرنسا باسكو جيت لفرنسا وقعدت فيها وهوت هذيك هي قلت ما نطلعش قطعتها فرنسا ما نطلعش ما عجبتنيش وكان عندك مشاكل تاع كوارط ولا نو؟ ما كانش عندي تاع كوارط كان عندي هذاك اللي شفتي سياطو اللي تاع بلون واه سي دي سي بلون كرهته يعني قريب عامين ولا ست سنين وانت تجري لا بريفكتور فوالا بريفكتور كرهت بس سمعت فيه سمعت روحت عودت عودت عودوني عندي شي واحد عودوني قبضوك بلا كوارت هبطوك عودوني وين؟ هي اللي حنا ما نطلعش حتى ربي جابني باش طلعني لقيت روحك هنا لقيت روحي في فرنسا خلعت في السبيطار قلت له سبحان الله سبحان الله وبعد كي جيت رجليت كوارتك؟ ها؟ رجليت الكوارت كي جيت؟ داروا لي دوك ريزيدونس Parce que c'est important, hein, de pour l'histoire. C'est sécurité sociale. Sécurité sociale, alhamdoulilah. Oui, c'est le mais j'ai eu le passeport. Passeport pour le consulat. Parce que nous, on est de l'aide. Oui. Aussi, la gagne, elle est ma, qui est ma, qui m'a raconté, qui est ma gagne, qui est ma gagne, qui est ma gagne, qui est ma passeport. Alhamdoulilah. لكن هو يبلد يعني بزاف ناس بويا مات وما شتاش ولاد خويا كبروا تزوجوا ولدوا عندهم الولاد دروك خليتهم غير صغار ولاد خويا كبروا دروك وتزوجوا بوك شحال عنده ملي مات ربي يرحمه عام قلت لي نو هكا عام 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 ونص واه كل عام ونص هكا وعندك الدار في البلاد عندنا دار دار داركم كبير الله يبارك دوك الحمد لله نسي الهواي باسكو نسي الهواي كاع حيو باغي يهدمو يعاودو جديد انا نسكن دوك في تموش انت وانت حياتك كامله عقبتها في سيد الهواري سيد الهواري بصح كي تروح تروح لسيد الهواري زاد ضرب دوره واه عاود شوف شنو الحومه الحومه واه واش بيان غير نوزي نقعد واقف وانت نهوز لان قال في السبيطار شنو يقولوا ودوك صافا ما عليكش كمان ها؟ لا صحتك ما عليهاش صافا لا صافا الحمد لله الحمد لله خير من اللي كنت لا 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 صغير حتى واحد ما زاد هنا هنا على بالهم شي ناس بس حطوني في الاورديناتور في فرنسا يتمشوا هكا يطيروني الشطة هنا لوبيتال فلا 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 بزاف الناس جاو عندي ولاو جاو عندي كانوا يسقسوا عليك الناس كانوا يسقسين عليك تذكروا في الاورديناتور جينا الناس اللي يجيو هنا لفرنسا واش رايك فيهم؟ واش تقول لهم؟ نقول لهم بلي عندك في بلادكم وصايي
وفرنسا تشتيها فرنسا؟ تحبها؟ ها؟ تحب فرنسا؟ فرنسا؟ لا. كاين اللي حطوك مت؟ داروني مت في المغرب ودفنوني في المغرب. دعايات. هذا متذكر بالاخر اللي جالها. شكون؟ لا مش شكون شكون ما نعرفش هنايا. ما تعرفوش. الناس تهضر. شوف الدعايات اللي جالها فيا. الناس غير يهضروا. ودرك صافا راك تي تسون بيان باغي تخرج من السبيطار تروح للبلاد. فوالا باغي نشوف بلادي. نشوف ارضي ارض جدودي. هذا هو البروجي تاعك. هذا هو. شوف عيالي تحيا الجزائر وتحيا بوتفليقة ربي يخليه ويشافيه ان شاء الله والله يعاونه بوتفليقة الرئيس تاعنا وتحيا الجزائر تحيا عيالنا تحيا شعبنا شعب الجزائر. واه وبعد كي تروح في البلاد عم يتهلوا فيك؟ ها؟ عم يتهلوا فيك في البلاد؟ هو ياسر يتعرف فيها. يمشيو يحبوك في البلاد. راهم متوحشيني. متوحشين. باسكو خوتي قالوا لي في التليفون هضروا معايا. قالوا لي متوحشينك الجزائريين. باغيين يشوفوك. قالوا بلي مت. لو درني مو واش حبيت واش حبيت تقول درك باش نكملوا؟ واش حبيت تقول للناس اللي شتيوك؟ اه والناس اللي سقسوا عليك واش تقول لهم؟ نقول لهم يعطيكم الصحة بارك الله فيكم كي جيتو تشوفوني ومتوحشيني وتلاقوا ان شاء الله في البلاد. في البلاد نتلاقوا ان شاء الله. في تيموشنت وفي سيد الهو عند عند في سيد الهو وفي وعرة. الجزائر الجزائر كاملة. الجزائر كاملة. الجزائر كاملة. بس كنا معروف في الجزائر. يعرفوك واه. شاب طاهر كاين واحد. صح. اللي كانوا يصنتوا لي في لي كاسيت راهم كبروا وتزوجوا دروك. ليستوار هاني ليستوار تاعي. واه بلا يعطيك الصحة شاب طاهر. بارك الله فيك. هذه ان شاء الله نديروا لها نديروا لها فيلم روبورتاج على الشاب طاهر ان شاء الله ان شاء الله ونديفيزيوها في انترنت باش الناس يعرفوا ليستوار تاعك لا فيريتابل ليستوار. ونتمناو لك ان شاء الله الشفاء. اللهم امين. ونتمناو لك ان شاء الله تدخل البلاد في اقرب وقت. اللهم امين. تدخل البلاد باش يفرحوا بك والناس كلهم يستناو فيك في البلاد. هاكا ويشوفوني. ويشوفوك. داكور شاب طاهر تبقى على خير. بالسلامة. بارك الله فيك.